ثقة فيه. ماشي. بعيدا عن الكورة شوية والمنافسة، يعني أنا هطلع لحتة للأسف يمكن مش حاسس إن الناس مهتمة بيها قوي الفترة الأخيرة، فكرة إنه على أرض مصر بنستضيف حدث في منتهى الأهمية. هو حدث رياضي بس هو في النهاية حدث مهم وهيبقى في تركيز عليه يعني بشكل كبير من كل دول المنطقة، ومن يمكن مش هبالغ لو قلت حتى من كل دول العالم هتبقى بتسلط الضوء على الماتش النهائي، خصوصا انه لاول مره فريقين من دوله واحده بيلعبوا مباراه نهائيه. فبالتالي انا بيتهيألي في مكاسب كتيره جدا بره حته الحصول على اللقب. ايه اللي تطلبه من اللعيبه ومن المسؤولين في الناديين في الفتره اللي جايه دي ال 72 ساعه اللي قبل الماتش دول واثناء المباراه عشان الصورة تطلع حلو، صورة مصر، لا الأهلي ولا الزمالك، أنا بتكلم على صورة مصر، إحنا عندنا تابلو بصرف النظر مين هيكسب مين هيخسر، عندنا تابلو كده وفرصة حلوة جدا نطلع قدام العالم كله بشكل الناس تقول الله البلد دي بلد محترمة والشعب ده شعب صاحب حضارة ودولة دي فعلا دولة عظيمة. يعني خليني أقول لك يمكن هي بطولة يمكن أول مرة تحدث في التاريخ إن أنت فرقتين في أفريقيا يوصلوا للنهائي أهلي وزمالك، ودول ناديين كبار جدا يمكن زي ما قلنا بيتنافسوا على الدوري في مصر والكاس، يمكن لهم شعبيه كبيره جدا في مصر. انا اتمنى ان انا يكونوا عند حسن ظن مصر الاول، جماهير مصر الاول، جماهير الناديين. انا اتمنى ان تكون في صوره تذكاريه بين الاثنين. انا يمكن انا بطلبها او بتمناها طبعا اللعيبه يكون عندنا نهدى شويه في التصريحات بتاعتنا، نتكلم باسلوب كويس، لان ده بتنعكس بره يا احمد من اللعيبه. النهارده احنا كلنا زمايل، اللعيبه بتاعت الزمالك ولعيبه الاهلي كلهم اصحاب بره على فكره، بيلعبوا في منتخب مصر بيمثلوا مصر مع بعض، ولما لعيب الاهلي بيجي والله شفناهم كنت لسه بقول على اللقطه دي يعني حتى ماتش توجو لما ماتش توجو هناك لما كسبنا 3، ورغم ان الماتش قريب جدا من ماتش دوري الابطال وفي في المنتخب اهلي وزمالك، لكن فرحه الولاد ببعض وقربهم من بعض، الحساسيه دي انا بستغرب يعني اذا ما كانتش يعني اكتر الناس ممكن تحس بالمنافسه وحميه المنافسه الحساسيه دي بره الملعب هو ده اللي بستغربه يا كابتن، لكن انت في الملعب احنا اصدقاء وبنخاف على بعض بشكل كبير جدا، زي ما حضرتك قلت دلوقتي في ماتش دوجو تلاقي لعيبه الاهلي مع الزمالك احنا تيم واحد جدا. انا ما بقولش انا بلعب في الاهلي وده ولا الاسماعيلي وده بيراميدز، لا انا بقول ان انا بلعب في منتخب مصر لعيبه الاهلي والزمالك. اتمنى يبقى منظر حضاري وده هينعكس في ماتش الزمالك والاهلي اللي جاي، ان انت في الملعب لعيبه هتبقى شكلها ايه في الملعب، هتأدي بشكل محترم، لازم نسلم على بعض. النهارده اللعيب لو وقع لازم اقومه، لازم اسلم عليه، زي ما حضرتك قلت ده العالم كله هيتفرج على المباراه ديت وهيشاهد المباراه دي، لازم نثبت للعالم كله ان احنا عندنا تحضر وعندنا متعه. وفي الاخر في الكوره في غالب ومغلوب، المغلوب هنقول له هارد لك والكسبان هنقول له مبروك، لكن اتمنى ان احنا نخرج بشكل حضاري وشكل محترم يليق بمصر اولا يعني. طب.